أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا
الله يا شيخ. الله جميل. الله حاضر. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله
ونجني من فرعون وعمله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. الحمد لله. موهوب من الله. الحمد لله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونجني فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الحمد لله. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر.
شكرا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم.
سليما ولا تحاضون على طعام المسكين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً. كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى you
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله على نعمة الله، الحمد لله وشكره. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم إني داع فأمنه، اللهم إني داع فأمنه. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت راض عنا. أكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، وزينا بالقرآن، وجملنا بالقرآن،
وشفعنا بالقرآن وشفعنا بالقرآن واجعله لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.